موجز السادسة من التلفزيون المصري، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في التنسيق مع الجانب السوداني الشقيق لتطوير حركة النقل النهري بين البلدين، وذلك من خلال تطوير هيئة وادي النيل للملاحة النهرية، فضلا عن رفع الحالة الفنية لأرصفة الشحن والتفريغ على امتداد الخط الملاحي. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي لمتابعة جهود رفع كفاءة الموانئ البحرية المختلفة على ساحلي البحر المتوسط والأحمر، كما وجه الرئيس السيسي بالبدء في الخط الثاني من مشروع القطار الكهربائي السريع والذي سوف يمتد من العين السخنة إلى أبو سمبل. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والمتابعة المستمرة وتوفير أوجه الرعاية الطبية والعلاجية لمصابي حادث تصادم الأتوبيس السياحي بسيارة نقل بأسوان. وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي أنه يتابع عن كثب الحادث الأليم موجها بتقديم أوجه الدعم لأسر الضحايا والمصابين. كما تقدم الرئيس السيسي بخالص العزاء والمواساة لأسر المتوفين داعيا المولى عز وجل أن يتغمد ضحاياهم بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان. وصل ممثلو مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيون لمقر انعقاد اجتماعات المسار الدستوري الليبي الذي تستضيفه القاهرة استعدادا لبدء أعمال المسار. إلى هنا انتهى موجز أنباء السادسة، شكرا لكم، نلتقي في تمام التاسعة بمشيئة الله، إلى اللقاء.